ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جوله جديده حلوه قوي. معانا النهارده سجاد ايكيا، الاسعار معانا من اول 10 جنيه. اتفرجي على الفيديو كله هتلاقي فيه عروض حلوه واسعار حلوه. هسيب لكم رقمه في اول تعليق مثبت، اسمه سعد يا حبايبي، هسيبه لكم رقم التليفون بتاعه في اول تعليق مثبت عند مجمع الانصاري جنب اولاد محمد النمكي على طول. وصورت لكم سوق الخميس بالتفصيل وازاي تيجي الطريق، هسيبه لكم في اول تعليق مثبت الفيديو ازاي هتعرفي تيجي سوق الخميس. وهنا عنده حاجات حلوه قوي ب 10 جنيه وب 5 جنيه وب 15، وعنده كمان سجاد ايكيا. هنا الاسعار حلوه جدا يا بنات. تابع الفيديو للاخر واتفرجي عليه، وما تنسيش بقى اللايك والاشتراك في القناه، وكمان محتاجه رايك تقولي لي في التعليقات. دي ب 10؟ بصوا حبايبي هنا دي ب 10 جنيه، اي قطعه عامله 10 جنيه. بصوا حجمها حلو. بصوا دي عامله 15 جنيه، في منها البيش، في الموف، حاجات زي كده اهوت، عامله 10 جنيه. 10 جنيه بتفرش في سوق الخميس بس، خميس وفي ام المصريين في الجيزه، وبيفرش في ام المصريين في الجيزه. بصوا كمان دي عامله 10 جنيه القطعه و15 جنيه. دي حاجات بتتعمل برواز. في كمان حاجات كتير واشكال كتير زي ما انتم شايفين، بس الدنيا زحمه. دي عامله كام دي اللي في ايدك؟ انت 40 بتاع السجاجيد عامله 40 جنيه اللي في ايدك. بصوا اللي في ايده دي عامله 40 جنيه. طب وهنا السجاده عامله كام؟ السجاده بتفرش في الجيزه فين؟ بتفرش في الجيزه فين؟ بص حبايبي المقاس ده عامل 100 جنيه، كبير ازاي؟ وريني المقاس ده كده ب 100 جنيه بتاع ايكيا. بصوا في الشكل اللي هو الرصاصي الفاتح ده، وفي كمان الشكل ده اهو، ده سجاد ايكيا حبايبي، حلو قوي خامته، عامله 100 جنيه المقاس ده، عامل 100 جنيه. ممكن تاخديه للمطبخ وممكن تاخديه لاي مكان عندك في الشقه. وريني المقاس ده كده، الشكل ده وريهولي. بصوا كمان في الشكل ده عامل 100 جنيه اهو، في كمان الشكل ده، وريني الشكل ده كده. بصوا حبايبي عامله 100 جنيه حلوه برده، كمان الشكل ده عامل 100 جنيه اهو. اشكال كتير زي ما انتم شايفين، عنده كمان سجاد بيبدا من 300 جنيه. بصوا هنا الشكل ده برضو عامل 100 جنيه، حجمها كبير، هي متر في 3 اهي، المقاس ده متر في 3، سجاد ايكيا عامله 100 جنيه، فبالنسبه لسعرها حلو قوي. خالص ب 100 جنيه يا جماعه، حته 2 متر ونص ب 100 جنيه، دي منها 37 نقشه، نقشات واشكال. 100 جنيه حبايبي اي حاجه يا ابني، النقشات دي خلصت ولا ايه؟ اشكال كتير اهي، في لاعب واحد بس يا جماعه هيبقى الوحيد اللي ما بيكتبش، هتيجي على ضمان 20 سنه، حته ب 100 جنيه اهي، 100 جنيه 100 جنيه، شغل ايكيا ب 100 جنيه، 100 جنيه يا جماعه، 100 جنيه يا جماعه، 100 جنيه يا جماعه، ماشي الطريق يا استاذ، ماشي الطريق يا حاج، 100 جنيه يا ولد، 100 جنيه يلا، 100 جنيه، 100 جنيه اي حاجه ب 100 جنيه حبايبي، شغل ايكيا يا جماعه، اي حته ب 100 جنيه. والحته دي عامله كام؟ الحته دي ب 150. طب ما فيش الاشكال ب 150 جنيه الملونه دي، الشكل ده كمان. دوري يا جماعه اهو، انت بقى بتخشي بتدوري كده اهو، شكل يا جماعه، ممكن واحده حلوه الخامة حلوه والاصلي. خامات يا فندم، وريني الشكل اللي في ايدك ده. بص الشكل ده ب 100 جنيه دول، وريني الشكل ده كده. بصوا حبايبي دي عامله 300 جنيه اهي، حلوه قوي، عامله 300. افردها كده، طب مقاسها قد ايه؟ 140 في 2. دي حبايبي عامله 300 جنيه، 140 في 2، برده ده سجاد ايكيا، خامتها على فكره حلوه قوي زي ما انتم شايفين. طولها قد ايه؟ ايه ده شكلها؟ عندك منها اشكال ثانيه؟ في بقى اشكال كتير اهو عنده، بصوا الشكل ده. في اشكال ممكن تلاقيها الالوان مثلا مش حلوه قوي، بس الخامه هو بيقول لكم انا ببيع خامه، خامه ايكيا طبعا معروفه. بصوا دي 300 جنيه. والفروه دي عامله كام؟ الرصاصي الفروه وريها لنا كده. دي عامله 400 كام في كام؟ دي متر ونص في 2؟ متر ونص في 2، عامله 400 جنيه بس عشان فرو وغرزه، يعني نوعيتها حلوه قوي. يعني السوق الجاي هيلاقوا الشغل كله، كل سوق يا حبايبي بيجيب جديد وحاجات حلوه قوي عنده موجوده.
عنده كمان. ما توريني السجاده الفشه دي كده عامله كام؟ بصوا عنده السجاد ده، السجاد ده عامل كام؟ عامله كام؟ 600؟ عامله 600 يا حبايبي السجاد التركي ده. 2 × 3 وابصوا الاشكال حلوه قوي. كل الشغل اللي عندك ايكيا؟ ايكيا. كل الشغل اللي عنده ايكيا وتركي. هو بيبيع خامات يا حبايبي، والاسعار عنده من اول 10 جنيه. تعالوا برضو نشوف المشايات الحلوه ام 10 جنيه. بصوا حبايبي هنا برضو المشايات ام 10 جنيه اهي حلوه قوي. بصوا الاشكال دي كلها بتاعت ايكيا، اشوفها. بصوا الشكل ده حلو قوي. بصوا الاسمر كمان جميل اهو. هتيجي بقى هتنقي وهتتفرجي، وهسيب لكم رقم تليفونه في اول تعليق مثبت اتفرجوا عليه. هو جنب اولاد محمد النمكي على طول عند مجمع الانصاري. هنا برضو في ملابس، كنت مصوره لكم جوله كبيره ومصوره لكم الطريق كله، هسيبهم لكم برضو في اول تعليق مثبت. بصوا حبايبي هنا برضو جنبه الاستاذ بيبيع ستاير جاهزه على التركيب على طول، عنده اشكال حلوه قوي زي ما انتم شايفين اهو. في للاطفال وفي لاوضه النوم وفي للصاله وفي للريسبشن زي ما انت عايزه. الستاره عامله كام اللي هي الكشمير فرصاصي؟ حسب المساحه دي يعني بتبدا من كام؟ ما انا عندي من اول متر لغايه 6 متر. دي 6 متر بس هي مكشكشه. دي عامله كام؟ 6 متر. 6 متر دي الباب تاخد. بصوا حبايبي عنده هنا الستاير اللي هي الديجيتال اللي لسه نازله جديده، شكل إلسا وأنا. قلب 175 جنيه عندهم. تعالي ب 175 جنيه اهو يا حبايبي. مقاسها كام؟ عرض قد ايه؟ عرض متر ونص في طول، مترين ونص. بصوا حبايبي عنده هنا الستاره دي 6 متر اهي على التركيب جاهزه، قماشتها خامتها قطيفه اهي، مش قطيفه عاديه، قطيفه حلوه يعني. في بقى منها الوان كتير زي ما انت حابه. دي 6 متر، مقاسها 6 متر، عامله 450 جنيه. في كمان اللي هي فوقيها دي عامله كام؟ اللي فوقيها حسب المقاس اللي انت عايزاها تيجي تلاقيه اهو. اللي فوقيها عامله كام؟ 3 متر ب 250، والكبرى والخمسه عامله 350. 3 متر 350 250 ب 250 والخمسه ب 350. عشان تكشكش معاكي، عشان تكشكش معاكي. طب ودي المقاسات منها من متر عامله كام الشكل ده؟ في متر ونص عامل كام؟ 150. متر ونص ب 150، والثلاثة متر ب 350، والثلاثة متر ب 350، والستة متر ب 450 أهي. الأسعار دي ليك أنت؟ الأسعار دي للقناة تبع مشتريات تمر حنة. تعالوا قولي له هينزل لك وهيديك بنفس الأسعار. في بقى اللون البيش في النبيتي ده أهو. في كمان عنده درجات حلوة أوي، الزيتي في الرصاصي، الأسود في الرصاصي، البني. عنده تشكيلة كبيرة جدا، وعنده كمان هنا ستاير حلوة للأطفال. عاملة كام ستاير الأطفال؟ 2 جنيه. كم مقاسها؟ 3 متر. مقاسها 3 متر اهي، عرضها يعني 3 متر عشان تديكي شكل الكشكشه ده. عامله 200 جنيه اهي. هنا يا حبايبي هو جنب اولاد محمد النمكي على طول، جنب اولاد محمد النمكي على طول. وهنا السجاد ايكيا جنبه اهو. وهنا كده عم السيد بتاع الورود، هسيب لكم الجوله اللي فيها ازاي تروحي سوق الخميس في اول تعليق مثبت. يا رب تكون الجوله دي عجبتكم. ما تنسوش اللايك يا حبايبي والاشتراك في القناه لتمر حنه. باي باي.